بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في وسط العاصمة موسكو قرب مبنى إدارة الأمن الفيدرالي، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه رعاه الله للضحايا الرحمة وللمصابين بين سرعة الشفاء والعافية. بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في وسط العاصمة موسكو قرب مبنى إدارة الأمن الفيدرالي، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.